جمهورية روسيا ديمتري شوغاييف الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني. حضر اللقاء عن الجانب الجزائري رئيس دائرة المؤن ومديرون مركزيون بوزارة الدفاع الوطنية، وعن الجانب الروسي سفير فيدرالية روسيا بالجزائر والمدير العام لشركة روزو بون إكسبور وأعضاء الوفد الروسي. تناولت المحادثات بين الطرفين مختلف جوانب التعاون العسكري والتقني وسبل تطويره وتنويعه وتعزيزه أكثر، وذلك من خلال منح هذا التعاون مضمونا أوسع في قطاعات الاهتمام المشتركة، ما يمكنها من الارتقاء دوما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية لوقع ديمتري شوغاييف على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.